أكثر من عقدين ولم يحسب أن الإعلام سيتحرر يوما ليقول صور دخوله مكتب حاكم التحقيق لاستنطاقه. هو عبد الوهاب عبد الله مستشار الرئيس المخلوع المكلف بالشؤون السياسية، هو من بين من غلط الرئيس المخلوع كما جاء في خطابه الشهير، ومعه عبد العزيز بن ضياء الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السابقة. أما ثالثهما فهو عبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين وأمين مال الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي. الكل كان ينتظر أمام مكتب التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس، ولم يفوت فرصة التصوير ولو بالهواتف المحمولة، فالقضية قضية الجميع، قضية رأي عام والحدث تاريخي. حاولنا توجيه السؤال إلى السيد عبد العزيز بن ضياء حول التهم التي وجهها إليه حاكم التحقيق، فاختار أن يجيبنا على طريقته. قاضي التحقيق وبعد استنطاق المتهمين الثلاثة أصدر بشأنهم بطاقة إيداع بالسجن بتهمة اختلاس موظف عمومي أو شبهه أموالا باطلا، واستغلال موظف عمومي أو شبه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، أو للإضرار بالإدارة، أو خالف الترتيب المنطبق على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما والمشاركة في ذلك.